تحارك الدولة السلجوقية. ارتعبت بيزنطة من النفوذ الكبير لدولة السلاجقة وطلبت مساعدة البابا في روما، واستجاب لهذه الدعوة، وكانت الحملة الصليبية الأولى على العالم الإسلامي. عام 490 هجري 1097 ميلادي اجتمعت 4 جيوش أوروبية في الأناضول، وكان الهدف الوحيد لهذه الجيوش طرد السلاجقة من المنطقة. وأخذت هذه الجيوش دعما كبيرا من الإمبراطور البيزنطي على صعيد المؤن والمساعدات اللوجستية، وكذلك بعض المدد العسكري لمساعدة الجيوش على غزو الشرق الأدنى والنجاح في حملتهم ضد السلاجقة. لم يستطع قرج أرسلان السلطان السلجوقي في ذلك الوقت الوقوف بوجه هذه الحملة الكبيرة، حيث توالت الخسائر في عدة معارك، وخسر السلاجقة معظم الأراضي التي كسبوها عن طريق جدهم ألب أرسلان. وبقيت الأمور هكذا إلى أن وصلت الحملة الصليبية الثانية التي كانت تنوي غزو بلاد الشام. واستطاعت هذه الحملة من أخذ قونيا ثم هرقلة وبعدها أضنة إلى أن تولى الحكم ركن الدين مسعود. وبعد أن فرغ من ترتيب أمور السلطنة السلجوقية جهز جيشا وانتصر في معركة ضرريم الثانية في عام 1147، ثم استطاع هذا القائد من إحراز نصر في العام التالي في معركة جبل قدموس، واستطاع ركن الدين مسعود إفشال الحملة الصليبية الثانية. استطاع السلطان مسعود من عقد اتفاقية دفاع مشترك مع البطل نور الدين زنكي حاكم الدولة الزنكية، واستطاع القائدان من هدم إمارة الرها ومرعش. وبعد وفاة السلطان مسعود كانت قد أعدت الحملة الصليبية الثالثة التي أجبرت قلج أرسلان الثاني السلطان الجديد من عقد اتفاقية صلح مع بيزنطة، بحيث يكون حكمه على الأراضي تابعاً للإمبراطورية البيزنطية. هذه الاتفاقية أعطت مجالا للسلطان السلجوقي لإعادة ترتيب الأمور الداخلية والانتهاء من الفتن، واستطاع ضم أراضي واسعة إلى ملكه، وهذا كان سببا كافيا للإمبراطورية البيزنطية لإعلان الحرب على السلطان وإلغاء اتفاقية السلام الموقع، رغم أن الأراضي التي ضمها لا تعود إلى بيزنطة، لكن الإمبراطورية أرادت من السلطان إعلانها أراضي بيزنطية. معركة ميريو كيفالون في 17 من سبتمبر من عام 176 ميلادي في ربيع الأول من 572 هجري، انطلق الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنيونوس على رأس جيش كبير جدا وصل امتداده إلى أكثر من 15 كيلومترا، متجها لملاقاة السلاجقة، فأكمن الجنود السلاجقة على ممرات جبلية. وأثناء مسير جيش كوميوس من تلك الممرات الضيقة، تركوا مقدمة الجيش البيزنطي تخرج من الممرات الضيقة، وكان يتبعها الجيش بأكمله. وعندما خرجت مقدمة الجيش، بدأت كمائن الجيش السلجوقي بالهجوم بكرات النار التي أحرقت نصف الجيش البيزنطي. وهجمت فرقة كان قد أعدها السلطان قلج أرسلان الثاني بقيادته على مقدمة الجيش البيزنطي، وارتبك الجنود البيزنطيين واختل النظام في الجيش الذي وصل تعداده إلى أكثر من 250 ألف مقاتل حسب تقديرات المؤرخ جون هالدون، وقتل أكثر من نصف الجيش. وحاول الباقي الهرب مع إمبراطورهم مانويل من ميدان المعركة الخالدة لينجو في أرواحهم، وكانت نصرا كبيرا للسلاجقة، صنفه المؤرخون بالأهمية تماما مثل أهمية معركة ملاذ كرد
التي كانت بقيادة البرسلان قبل قرن تقريبا من تاريخ هذه المعركة. في عام 1220 ميلادي بدأ حكم السلطان السلجوقي الأشهر على الإطلاق بين سلاطين الدولة السلجوقية علاء الدين كيقوباد الأول، ويلقب هذا السلطان أيضا بكيقوباد العظيم، وذكره ابن كثير بأنه كان من أعدل الملوك وأحسنهم سيرة، ويمثل عهده ذروة القوة والنفوذ السلجوقي في الأناضول. استهل بداية حكمه بشن عدد من الحملات على المدن البيزنطية الساحلية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، واستطاع فتحها وجهز حملة بحرية كبيرة وأرسلها عبر البحر الأسود إلى شبه جزيرة القرم، وفتح إحدى أهم مدنها، واستطاع خلال السنوات اللاحقة من ضم عدد كبير من الأراضي لدولته. في هذه الأثناء كان المغول قد بدأوا بحملات كبيرة ومنظمة في شرق العالم الإسلامي، وبدأوا بالضغط الكبير على السلاجقة، وهنا برز دور القبائل التركية في الذود عن حمى الإسلام، وكان من أبرز تلك القبائل قبيلة الكاي التي كان يتزعمها البطل أرطغرل، الذي استطاع نيل ثقة السلطان السلجوقي علاء الدين، حيث منح السلطان أرطغرل منطقة سوغوت غرب الأناضول، واستطاع السلطان السلجوقي من فتح جورجيا وضم الأخلاط وبدليس وأخذها من الأيوبيين، وبلغت دولة السلاجقة إلى أقصى اتساع لها على يد هذا القائد الإسلامي. بعد وفاة علاء الدين كيقوباد برز نجم المجاهد الغازي أرطغرل، خاصة أن كل الذين استلموا الحكم للدولة السلجوقية امتازوا بالضعف وخضوعهم المطلق للمغول، واستطاع المغول من إنهاء حكم الدولة السلجوقية إلى الأبد، وهنا أخذت القبائل التركية على عاتقها الذود عن الدين والدولة، وبرز نجم البطل أرطغرل الذي أرسل القواعد الأساسية لولده عثمان لتأسيس الدولة العثمانية، التي تحولت إلى إمبراطورية عظمى بعد عقود من انتهاء الدولة السلجوقية. أرطغرل ذلك الغازي البطل الذي لاذ عن الحمى وقاد حروبا عظيمة، وكان عهده امتدادا لبطولات السلاجق الأبطال.